متتبعو قناة الجريدة 24، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. دائما وفي إطار انفتاح الجريدة على مرشحي الانتخابات المتعلقة بيوم 8 شتنبر سواء التشريعية أو الجهوية أو المحلية، فهي تستضيف وكلاء اللوائح أو من ينوب عنهم لتقديم برامجهم الانتخابية. في هذا الإطار يحضر معي السيد يوسف بيزيد. سي يوسف أهلا وسهلا. شكرا سي زغادي، ونبغي نشكر جريدة 24 على الاستضافة ديالها اليوم في شخص سي زغادي عبد الفتاح، وهذا شرف كبير لنا أننا اليوم نحضروا باش نوضحوا للرأي المحلي والإقليمي يعني ما يعني على الطموحات ديالنا وعلى البرنامج ديالنا الحزب. إذن شكرا سي يوسف، الشكر موصول. سي يوسف بيزيد، فأنت رجل أعمال من مواليد سنة 1970 بالجديدة، ولجت عالم السياسة سنة 1997 حيث فزت بمقعد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات باسم حزب الاستقلال، وهو المقعد الذي ما زلت تحتفظ به إلى الآن، يعني لخمس ولايات. ترشحت سنة 2003 لعضوية المجلس الجماعي، وأصبحت مستشارا جماعيا أيضا إلى الآن، حيث قضيت ثلاث ولايات انتخابية، اثنتان في الأغلبية والثالثة يعني الأخيرة كنت في المعارضة. عضوية المجلس الإقليمي لولايتين أي منذ 2009، ممثل الغرفة بالمجلس الإداري للوكالة الحضرية لولايتين أيضا، ممثل المجلس الإقليمي بالمجلس الإداري للحوض المائي، رئيس الجماعة بالمجلس الإداري، ممثل رئيس الجماعة بالمجلس الإداري للمحطة ما بين 2003 و2009، رئيس مجموعة جماعات الغابات الخضراء. خلال هذه المسيرة تدرجت عبر خمس أحزاب سياسية، هي حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، أصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والآن أنت ممثل حزب التقدم والاشتراكية. إذن لماذا هذا التغيير، ولماذا حزب التقدم والاشتراكية الآن؟ كما نشكره بعد السيد غادي على الاستضافة ديالنا على البرنامج هذا. بالنسبة لهذه المسألة ديال الحزب، أنا خسرت حزب التقدم والاشتراكية من خلال يعني البرامج ديالو، من خلال الأمين العام ديالو، من خلال التسيير ديالو على مستوى الحكومة، كيفاش كان كيسير هذا، من خلال ديالو القرب ديالو للحزب اللي كنت فيه اللي هو الاتحاد الاشتراكي. الفترة اللي أنا خساريت أنني نجي نترشح للبرلمان، يعني مشيت عند السيد الأمين العام هذه الفترة الكتاب الأول، وطرحت نفسي كمرشح ديال البرلمان، ولكن للأسف كانوا بعض الأمور اللي ما كانتش هي هذيك. من بعد أنا شفت أن التقدم الاشتراكي كان أقرب حزب ليا اللي خساريته، وخساريت أنني نترشح معه، لأن أنا الواقع هو هذا، كان حصار حزب التقدم الاشتراكي كحزب كبرنامج كأشخاص اللي فيه كرفاق اللي زعما في تسير ديالهم على مستوى الحكومة، كانوا في مستوى لا على مستوى الصحة لا على مستوى الإسكان لا على مستوى، أنا عشنا معهم هذه الأمور هذه، هذا هو الشيء اللي خلاني أني نختار هذا الحزب هذا. السيد إذا بالنسبة سي يوسف، فأنت قضيت يعني مجموعة من الولايات كعضو المجلس الجماعي، ولايتين في الأغلبية وولاية في المعارضة، الولاية الأخيرة اللي كنت في المعارضة يعني كانت سير لحزب الاستقلال مع حزب العدالة والتنمية، يعني كيفاش كتشوف الحصيلة ديال المجلس في هذه الولاية هذه؟ هو الحصيلة سي عبد الفتاح في المجلس هذا هي الحصيلة كتشد على نفسها، كيشد على المواطن، والمواطن غيشد حتى التصويت نهار 8 غشت شتنبر، نهار 8 شتنبر غيتشهد بانه هو فعلا واش كان شي حاصل ولا ما كانش. حيت ملي كنذكروا الحصيله ديال المجلس هذه وكنذكروا واحد المجموعه ديال الامور، يعني حنا كنا متبعين يعني مواقع التواصل الاجتماعي، كنا كنشوفوا الناس كيفاش كانت كتكلم على النظافه، على الحدائق، على يعني الطرقان، لدرجه ان الطاكسيات راه داروا صور وداروا فيها حفره لكل كيفاش ما كيسميوه لكل جديد، رغم ان يحسبوا دوك العدد ديال الحفاري اللي كاينين في المدينه، داكشي الواقع ما كيبشرش بالخير. ولكن انا كنقول لك بان الحصيله كنتمنى ان اليوم يكون رئيس مجلس بلدي، وتستضيفوا انتم رئيس مجلس بلدي كمرشح
ديال 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 حزب الاستقلال هنا اليوم وتجيبوه هو يعطيكم الحصيله ديالو. لان الحصيله اليوم حنا كنا كنجهدوا لها، كنا عارفين الحصيله كي دايره. انا كمعارض راه جيت لك المحاضر وشنو داك الشيء، راه غتشوف بان الحصيله كيفاش كتعنا، كيفاش كنا كنضافوا المدينه، كيفاش كنا كن يعني كنتعقدوا السير ديال هذا المجلس هذا في اطار الحصيله ديالو. وراه دازت الحصيله ديال المجلس، وراه كانت حتى التقرير ديال 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 ليغات ديال الداخليه راه جات للدوره، وراه كان هذاك جزء من الحصيله ديال هذا المجلس هذا. ولكن حنا اليوم جينا ترشحنا على اساس ان كجديدي كغيور على المدينه، كغيور على هاد الناس اللي متسناهم داخل المؤسسه. كنا كنتمنوا اننا نكونوا في ديك الساعه في الاغلبيه، وكنا كنتمنوا اننا حنا نجيو اليوم ونغيروا واحد المجموعه، ولكن للاسف الشديد ان الطريق اللي خدا داك المجلس ما 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 كانش كتبشر بخير. اليوم حنا راه كنشوفوا، راك انت سي عبد الفتاح كطرف الحصيله ديال المجلس هذا، راه صغير وكبير في المدينه كيعرف الحصيله ديال المجلس. راه ما محتاجش انني انا اليوم غادي نقول الحصيله ديال المجلس، ولا خرجنا غير للزنقه، ولا خرجنا غير للموقع التواصل الاجتماعي، راه دور كلشي باقي مسجل. راه كتشوف راه شي مؤخرا واقيلا شفت شي موقع لاح شي صوره ديال يعني ديال داكشي الطريقه كيفاش كيدوي، تيقولوا على شي اشخاص اللي كيمرشحين دابا على اساس شنو 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 المدينه كيفاش كانت كيفاش والنظافه وكيفاش مصورين هذا. ولكن الغريب في الامر ان النظافه كنا كنتمناو حنا في 2009 واقيلا 2009 ولا 2007 واقيلا 2008 تعطات الصفقه ديال النظافه للسيطه البيضاء، وعطى الرئيس الحالي نيت تعطات مليار ونص، وبالزيادات اللي تزادت من اللي خسرت الشركه في 2015 اللي خدها في 2015 دخلنا 2016 سالت بمليار و900، فاذا به دابا كتعطى للشركه بثلاثه المليار. ولكن الغريب في الامر انا كنشوف النظافه يعني حالي ورجالها ما شي ما كيبشرش بخير. كاين السي يوسف دابا حنا كيف ما قلتي كاين اجماع على ان الحصيله سلبيه، ولكن هذا المجلس فهو كيتهمكم انتم ملي كنتوا في الاغلبيه خلال الولايه السابقه على انكم اغرقتوا المجلس في المديونيه، وهي اللي خليتوه يعرقل يعني العمل ديالو من اجل النهوض باوضاع المدينه. وعلى السي هاد الناس اللي في المعارضه اللي كانوا داك انا داك في المعارضه ما كانوش كيجي، وما كانوش واحد المجموعه منهم كيصوتوا مع الرئيس اللي كان قبل منهم اللي هو سعد الحكيم سجده، ما كانوش كيصوتوا معاه، مجموعه منهم كانوا كيصوتوا معاه. ولكن الغريب في الامر ملي كنجيو دابا وانا كنبغي نمسح الاخطاء ديالي في المجلس السابق، راه المجلس عنده 6 سنين و 6 سنين ديال الولايه، راك انت عارف وركتي في المجلس وكنتي في المعارضه وعارف كاين ديون، واش تتكلم على الديون دركا ملي جاي ترشح؟ ما ترشحش ملي كاين ديون، ما تدخلش قول عندي ديون. ولكن هذا الشيء سي عبد الفتاح انا سمعت مؤخرا شي لايف داروا السيد الرئيس الحالي دابا تيقول في انه انا كانت عندي اكراهات، كانت اكراهات ما عمرها كان سبب، حيت الرئيس راه ما محتاجش غير المداخل ديال الجماعه، الرئيس راه كاين الجهه، راه كاين المجلس الاقليمي، راه برلماني هو، راه ممكن انه يخدم على مستوى الوزارات وانه يجلب موارد. كما دابا مؤخرا ملي كان المجلس السابق راه تقريبا ما يفوق 40 مليار اللي تصرفات على الجديده، راه جزء منها اللي كان فيه كريدي فاك، ولكن الجزء الكبير راه كان ديسيفونسي من الوزاره الداخليه، والفضل كيرجع ماشي للرئيس، كيرجع حتى للعمال، العمال تا هما كاين. وحاليا دابا راه كاين واحد 10 المليار كنبغيو من هذا المنبر نشكر السيد العام، السيد العام راه وقف على 10 المليار على اساس انها تجي باش يداروا الطرقات، ولكن للاسف ان الطرقات ما دارتش دابا ما عرفناش الاسباب علاش. اذا الا بغينا نقارنوا ما بين الحصيله بحكم العضويه ديالك في المجلس الاقليمي، بغينا نقارنوا ما بين الحصيله ديال المجلس الجماعي وديال المجلس الاقليمي. حق الحق هذا يعني ما كاينش باش نقولوا حتى نقربوا الرؤيه ما بين هذه الحصيله وهذه الحصيله، صعيب لان الحصيله ديال المجلس الاقليمي كانت حصيله كبيره. لا مجال مقارنه. لا مجال المقارنه، يعني داك الشيء اللي دار المجلس الاقليمي وداك الشيء اللي حصلت عليه جديده من المجلس الاقليمي، والحمد لله راه حنا كنا لعبنا واحد الدور كبير فيه، ويعني الطرقه اللي دارت والمداخل كيفاش تصوبات وداك الشيء، وكنبغي نشكروا حتى الجهه وحتى الاخوان اللي كانوا في الجهه، لان خصنا نوضحوا بعض الامور، لان المدخل ديال طريق الدار البيضاء راه صوبته الجهه، ولكن الجهه ماشي الجهه الحاليه اللي دات الدار البيضاء تصدع، راه ملي كان جات عبد الدكاله والاخوان اللي كانوا ديك الساعه اعضاء، منهم السي عبد الله التومي، منهم السي خالد الرزو، منهم واحد المجموعه ديال الاخوان اللي كانوا انا داك في في
في المجلس الجهه ديال عبد الوكاله دافعوا على المدخل ديال طارق الدار البيضاء وداز الدراسه وداز، ولكن ملي جا داك لو شونجمون ديال ان التقليز ديال الجهات وتم التقليز ديال الجديده مشات مع الدار البيضاء السطات تما بقات، لان هو القانون اللي كان اللي اتخذ القرار اللي اتخذ ديك الساعه على اساس ان جميع الصفقات ولا جميع القرارات اللي كانت اتخذت في اطار الجهات اللي تقلصوا يعني يبقاو محتفظين الاستمراريه ديالهم، وهذا جزء من هذيك الاستمراريه. نعم. اذا سي يوسف انت لاول مره تترشح للانتخابات التشريعيه وباسم حزب التقدم والاشتراكيه، اذا كيفاش جاء الطموح وشنو الراي ديالك يعني في الحصيله ديال البرلمانيين ممثلي ساكنه الجديده في الولايه السابقه؟ انا كيفاش خديت قرار ديال ان نترشح الانتخابات التشريعيه البرلمانيه، لان احنا كنا كنعانيو في المدينة الجديدة السيد الفتاح، لان حتى التواصل مع البرلمانيين القدام ما كانش، كنا كنتمنوا ان البرلمانيين يدافعوا على هذا الاقليم، هذا وهذا الاقليم محتاج برلمانيين يدافعوا عليه، ما نبقاوش نتسناو في السيد العامل ولا نمشيو نطلبوا حنا السيد العامل كيطلب هو في الوزارات المعنيه ان يعطي الدعم للجديده. بالعكس الدور ديال البرلمانيين هو دور فعال ودور كبير، لان ملي كنشوفوا هشام هاجري على مستوى شيشاوة وشحال دا ديال الاموال لشيشاوة وكيفاش ولات شيشاوة اللي في الامس القريب كانت مجرد عباره عن قريه اليوم ولات مدينه، البرلمانيين ما كيقوموش بهذاك الدور. كنتمنى هاد البرلمانيين فعلا يقوموا، وكنتمنى حتى هاد الناس اللي كاينين دابا مرشحين دابا للبرلمان اللي غينجح فيهم انه يقوم بهذا الدور هذا، لان هو الدور ديال البرلمان دور تشريعي، ولكن الا كان دور تشريعي ولا كان الحزب ديالو في الحكومه ولا في المعارضه راه الدور ديالو انه يجلب فلوس للاقليم وينمي الاقليم ديالو، ماشي الدور ديالي انا نمشي برلماني باش ندير الماكارو في الطوموبيل ولا باش نتصور ولا باش نقول البوليسي في الزنقه راني نائب برلماني، لا الدور ديال البرلمان راه خصو ينمي الاقليم ديالو، راه خصو يخدم مع المواطنين، راه خصو يحل مشاكل المواطنين، راه كاين مشاكل كبيره، راه الناس ما كتلقاش معهم متواصل، وانا حضرت اجتماع تمس اقليمي. وتناقشت هذه المساله، والسيد العام ناقش هذه المساله، على اساس ان البرلمانيين خاصهم يكونوا قراب، وحتى الممثل على مستوى الجهه، كنا ديما كناقشوا جديده، ما خداش حصه الاسد من الجهه. وكاين اقاليم اخرى خدات حصه الاسد. رغم احنا كنقولوا الدار البيضاء خدات حصه الاسد، لكن حتى اقاليم اخرى خدات حصه الاسد، وكاين هنا بلا ما نهضروا، كاين هنا عندنا جماعات قرويه اللي كانوا ممثلين فيها بحال الزاويه بحال اللي كانوا فيها اعضاء ممثلين داخل الجهه خدات حصه الاسد من الجهه، ولكن المدينه ما خداش والو، الجهه ما عطاتش والو للمدينه، ما حرمش ان مدينه الجديده تبقى بهذا الشكل هذا. ما حرمش نقولوا هاد المجلس كيقول لك كيمسح في المجلس اللي سلق قبل منه انه كاينه ديون كاين، هذه الجهه كاينه فيها الفلوس. نعم. الوزارات فيهم الفلوس. راه كاين دابا اللي مشينا دابا الاقاليم اخرى راه تلقى المدن كيفاش ولات، راه حنا كنغيروا ملي كنخرج من جديده كنغيروا، ولكن هذا ماشي. اذا دابا هذا السي يوسف واش انه وعد بالنسبه للمرشح ديالكم على مستوى الجهه الى نجح انه غادي يقوم بهذا الدور، لان هذا ما يعاب على المرشحين داخل الجهات، لانه غالبا اللي مرشح على شي جماعه كيحاول انه يجلب جماعته صافي. وهذا الشيء انا قلته في المجلس الاقليمي ملي جات 13 مليار ونص ديال في عهد العامل السابق الجامعي الله يذكره بخير، ان جات 13 مليار من الكازينو ملي بركنا البرمجه، ان جميع المنتخبين كل كيدافع على راسه، حتى واحد ما كيدافع على الاقليم، اللي عنده شي جماعه كيدافع عليها باغي ياخذ حصه الاسد، وانا ضد هذه المساله، انا مع الاولويه، عندنا اولويات، عندنا مدينه، لان المدينه هي الوجهه ديال الاقليم. حنا ما كنقولوش انا كنتمنى ان تكون الدوله المغربيه الحمد لله في شخص يعني في شخص الحكومه، ان هذه الفلوس اللي كتصرف دابا على الاقليم كون تصرف تجمع كل دار تحط ان كونت وتصرف كل هنا يعني نديروا الاولويه نقولوا بان نصبقوا جديده نقادوا جديده ندوزوا للثانية يعني الجامعه الثانيه، كون حنا دابا الان من هنا واحد 20 عام 30 عام غنكونوا قادين كل شيء، ولكن الغريب في الامر ان كل اذا هذا المشكل ما كاينش غير على مستوى ما كاينش زعما غير على مستوى الجهه، حتى على المستوى المركزي على مستوى البرلمان فكنلقاو مثلا البرلماني ما كيجبدش الاقليم كامل يعني نفس انا مثال كاين دابا حنا في جماعات نقولوا هما حضاريه وشبه قرويه بحال الزمامره. نعم. راك شتي الرئيس ديالها كان برلماني وكان رئيس، شحال ديال الاموال جابت الزمامره؟ نعم.
حنا كنا نتمنوا البرلمانيين تما ديروا يقولوا بحال هكا. حنا بغينا برلمانيين بهذا الشكل. حنا ماشي ضد، شوف انا ما ضد حتى واحد وما مع حتى واحد. حنا مع ان هاد الناس اللي تولى شي مسؤوليه، واخا شي مسؤوليه خصو يخدم وينمي هذا الاقليم وينمي هذه المدينه هذه. هذا هو الطالب اللي كنطلبوا عليه اليوم سي يوسف. وحنا هاد المساله حتى هاد الانتخابات ديالنا ديال الرئاسه والبرلمان الا ما كانش فيه الخير لهلا يتبعها. اذا سي يوسف انتم يعني مرشحين للبرلمان، عندكم لائحه جهويه، لائحه على صعيد الانتخابات المحليه، كيفاش كتشوف الطموح ديال يعني الطموح وحتى يعني الافاق ديال الحزب ديالكم داخل هذا المشهد الانتخابي المتراكم؟ لانك عارفوا راه كاين مثلا مستوى الجماعه راه كاين 24 لائحه، يعني كيفاش كتشوف الافاق ديالكم نتوما؟ كيفاش كتشوف يعني النتائج كيفاش غتوقعوها؟ هو النتائج اللي غنتوقعوها الواقع هو القانون اللي جاب هذه النتائج. انا يعني ملي تحت بهذه العتبه يعني تحل واحد الباب ان دار واحد المجموعه ديال حقهم، حق دستوري، حق دستوري اي مواطن يترشح واي مواطن يدير لائحه واي مواطن يدخل. وكنتمنى اننا من هذه اللوائح هذو ان تكون واحد المجموعه ديال الاغلبيه اللي يكون فيها الخير لهذه المدينه هذه. وكنطلبوا من الله الله يجيب اللي فيها الخير لهذه المدينه هذه. ولا ما كانش فينا حنا الخير ما قابلين نشد المسؤوليه معه. يعني هناك حديث كبير ان الاختيار ديال المرشحين واش واش كاين شي معايير كيفاش كتختاروا الاعضاء ديال اللائحه ديالكم على يعني جميع الاحزاب؟ انتم داخل حزب التقدم والاشتراكيه يعني شنو هي المعايير اللي وضعتوها باش اختاريتوا المرشحين ديالكم؟ حنا الحمد لله في اطار يعني التقدم والاشتراكيه ركزنا على الشباب. اول مساله اننا ركزنا على الشباب. ولا خديتي اللائحه ديالنا وشفتيها راك شفتي في على مستوى رئاسه الجهه راه كاين واحد الشاب، على مستوى لائحه الجهه العيال كاين واحد الشاب، على مستوى الجماعه راك شتي الاخوان ديالنا اللي كاينين يعني لا بليبار ديالهم اخوان شباب اللي عندهم واحد الطموح واللي ديجا سيروا وثبتوا انهم كاينين. وحتى على مستوى الدوائر ديال المواطنين ديالهم كيبغيوهم والناس كتبغيهم. علاش كتبغيهم؟ لانهم تيخدموا مع الناس، قراب من الناس، تيحلوا مشاكل الناس، هازين هموم الناس، عايشين هموم الناس مع الناس. يعني ماشي جاو جينا ومن فراغ وخدينا هاد الناس ولا بدينا كما تيقولوا بدينا نشدوا هنا ولا نديروا خاطر. ما درناش الخاطر، حنا كنا حتى على مستوى اللائحه كنا منصفين، لان اللي يستحق شي حاجه حطينا فيها. بالنسبة للبرنامج الانتخابي ديال حزب التقدم والاشتراكية على مستوى الانتخابات المحلية المدينة الجديدة، يعني الكل ينادي بالتغيير وهذه، فما هو التغيير اللي جابه البرنامج ديال الحزب ديالكم؟ التغيير اللي جابه البرنامج ديال الحزب ديالنا هو أول حاجة أننا حنا بغينا نشوف مدينة جديدة. مدينة جديدة بغينا نشوفها وردة، بغينا نشوفها مدينة كباقي المدن اللي كتدخل للمدينة. حنا الحمد لله عندنا واحد المدخل ما كاينش عند شي مدينة، كنفتخروا به المدخل اللي طرق الدار البيضاء. يعني مدخل اللي كتم جاي وسط الغابه وملي تخرج تخرج في البحر، ما كاينش في شي مدينه. هذا افتخار كبير لينا بهذه المساله هذه اللي عندنا في المدينه. وثانيا حنا على مستوى مدينه جديده عندنا واحد المجموعه ديال الامور. اول حاجه في البرنامج ديالنا هو ان كاين تصميم تهيئه دابا حاليا. تصميم تهيئه دابا كاين دركا واللي كنسمعوا انه الوكاله الحضريه خرجته وراه وصل عند رئيس المجلس البلدي اللي حاليا كنسمعوا. حنا رئيس المجلس البلدي ما قال لنا والو، ولكن كنسمعوا ان يعني تصميم تهيئه في هذه الظرفيه الحملات الانتخابيه واش واش هادشي مقبول زعما؟ الشيء اللي سمعت ان تصميم تهيئه دابا الان يعني هذا راه في حد ذاته غادي تعتبر حمله انتخابيه لواحد الجهه معينه. وما فهمناش علاش، لان التصميم تاعها المفروض راه سالا في شهر 4/2019 ودابا لحد الان الدراسه الاوليه اللي دارت الوكاله الحضريه يلا خرجت الوجود ويلا تعطات الرئيس. ما عرفتش واش فيها شي مساله حاجه في نفس يعقوب الله اعلم. حنا اللي سمعنا باقي ما ماكدينش، ولكن حنا قلت لك على مستوى التصميم تهيئه. اذا ثبت ذلك اش غيكون الموقف ديالكم؟ واذا ثبت ذلك كنعتبروا هذه راه من المفروض ما خصهاش تكون، لان كاين حمله انتخابيه دركا. لان تقدر تستغل هذاك التصميم تهيئه في اطار الحمله الانتخابيه، تقدر تعيط للمنعشين العقاريين يبركوا معاهم على اساس انه حنا راه عندنا حمله انتخابيه دعمونا ديروا فعلوا. كنقولوش هادشي دابا كاين لانه حتى يثبت العكس، ملي يثبت العكس غادي نناقشوا هادشي هذا. الان ما نقدرش ندوي فيه. اللي غنقول لك انا على مستوى التصميم التهيئه، لان التصميم التهيئه هو اساس ديال التنميه ديال المدينه. الا خدمنا التصميم التهيئه في المستوى راه حنا غنكون عندنا مدينه، ما خدمناش التصميم التهيئه في المستوى راه حنا الان كنقولوا دائما ما عندناش مستوصفات
ما عندناش ملاعب يعني الا حيدنا الملعب ديال الشاب وحيدنا الملعب ديال اللعب ديالنا ما عندناش ملاعب في المدينه. ولكن كنبغي من هذا المنبر نشكر السيد العامل على دوك الملاعب القرب لان دوك الملاعب القرب لعبوا واحد الدور كبير بالنسبه للشباب ويعني هذوك يعني كاين واحد الانحراف كبير هذاك الانحراف هذوك الملاعب على الاقل بعدا كيخليو الشباب يخسروا انهم مشيو يلعبوا الكره يلعب باسكيت يلعب هذه ويعني زعما هادشي هذا كيبشر بالخير. ولكن في اطار مسائل اخرى يعني ممكن ناخذوا الحدائق جديده الان جوج الحدائق اللي كاينين ثلاثه كاينه ديال البريجه كاينه ديال محمد الخامس كاينه ديال الحسن الثاني من غير هادو جوج جديده ما شفنا والو يعني يلا كنشوفوا شي حدائق صغار كنتمنى انها تصميم تهيئ جديد ان ياخذ بها الاعتبار الحدائق لان لافلور ديال يعني المناطق الخضراء راه كتلعب واحد الدور ديال الجماليه ديال المدينه وهذا من بين الحوايج ان شاء الله اللي غادي حنا ناديو بها ونطالبوا بها على اساس ان باش يكون تصميم تهيئ مساوي بحكم اختصاص نقدر نقول بحكم اختصاص سي يوسف يعني شنو هو تقييمك لمجال التعمير في المدينه الجديده؟ ومجال التعمير هو التصميم التهيئي راه رجعوا للتصميم التهيئي مجال التعمير في التصميم التهيئي انا الواقع كنا كنتمنوا في 2009 يكون كان يكون التصميم التهيئي في يعني اللي كان يخدم المصلحه ديال المدينه ما خدمش المصلحه ديال المدينه. ولكن الغريب في الامر ان دابا حنا غير كانت اخطاء في التصميم التهيئي في 2009 غوتنا دوينا هضرنا بعض الامور تحلات بعض الامور ما تحلاش لان حشومه باش باقا جديده دركا ان دركا جديده الان ساتيري ما بقاش فيها العقار وباقي عندنا في مناطق بحال الملحه بحال من الشرقيه بحال باقي اير بليس عندنا الخصاص في العقار وحنا الان باقي كان وما قدوش على الناس الوكاله الحضريه الناس البلديه الناس العماله انهم ناخذوا واحد القرار ديك الساعه على اساس ان نطلقوا جميع هذاك على الاقل اير بليس ما خصهاش تبقى باقي عندنا دابا اير بليس المدينه ما خصهاش تبقى نعطيو اير بليس 2 نعطيو اير بليس 4 نعطيو اير بليس 6 نعطيو اير بليس 8 الجديد الان محتاجه للعلو مابقاش محتاجه للتوسيل العقار فين توسع مابقاش بقى راه الا زدنا وسعنا غادي يزولوا ندخلوا الدوائر الملحقه اخرى ثاني وهنا من هذا المنبر كنبغي انا كنادي باش هذوك الدواوير اللي تلحقوا لا الغربه لا دوار الشهب لا دوار الطاجين لا سميتو رقيبات انهم تعطاهم واحد العنايه يعني ليهم بوحدهم يعني يكونوا هذوك الناس واحد الاموال اللي غترصد لهاد الدواوير هادو باش يخدموا الدواوير. وحشومه دابا كنشوفوا ان حتى المدخل ديال دوار الشهب دركا الان باقي ما تصاوبش اللي ما فيهش حتى 2 كيلومتر 3 كيلومتر على المدخل ديال 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 كاليفورنيا لي فيلات فخمه وكنشوفوا مدخل ديال دوار باقي الان ما تصاوبش حرام من جهه الله يعني هذوك الناس خصهم واحد العنايه خاصه. سي يوسف كاين واحد المواطن الجديد يعني يتساءل هناك واحد الخلط وحكم المسؤوليه ديالك نبغيك توضح لنا بعض الشوارع بعض الطرقات اللي تصوبات وتقادات هناك خلط كل واحد كيتبنى سيرته في هذه اللحظه ديال الحملات الانتخابيه كاين اللي كيقول لك هذه درنا احنا كمجلس حضاري هذه كيقول لك لا راه ديال المجلس الاقليمي هذه لا راه ديال الجهه يعني راه باينين يعني الطرقات الكبرى في المدينه الجديده. المواطن الجديد يبغي يعرف شكون اللي صوب كل مثلا المدخل ديال سيدي بوزيد الطريق الساحليه المدخل تبغي توضح لنا السي يوسف هذه النقاط هذه. بالنسبه للمدخل المداخل ديال المدينه نهضر عليك بصفه عامه كاين المدخل ديال طريق سيدي بوزيد على الطريق الساحليه هذاك المدخل حنا ضربنا عليه ملي كان سي الجامع هنا وكان ديك الساعه جات 13 مليار ونص ديال الكازينو وراه هادشي كنقولوا راه ما كنقولوش دابا راه كاين محاضر راه كاين وثائق راه كاين الناس اللي كانت حاضره معنا اعضاء اللي كانوا حاضرين معنا في المجلس السابقه ماشي المجلس الحالي ديال المستقبل المجلس السابق كان فيه سي بصار سي نوح مجموعه ديال الاخوان ويعني هاد الشيء اللي كنقول ما غاديش يتدرج يعني كاين الوثائق الحجه والدليل. حنا جينا 13 مليار ونص انا كول جديده قلت لهم حرام ان حنا في هاد الجديده ما يكونش عندنا كورنيش راه حرام لدرجه انني وصلت كنت غندار مع السي صافي الله يرحمه في اجتماع لجنه الماليه من اجل البرمجه ديال واحد 4 مليار الله يديك الطريق ووقع هذاك وحضر معنا الكاتب العام هذا الاجتماع وجرني الكاتب العام وطلعنا ودوينا مع السيد العامل وتذاكر مع السيد العامل وقال لك كنواعدكم بان هذيك الطريق ملي تجي شي فلوس اول طريق تصوب هي هذه وفعلا نيت ترشحنا انتخابات من بعدها وجينا وكان باقي السيد العامل السابق معنا هنا وفعلا نيت جات 13 مليار ونص اساس مداخل المدن. إذا المجلس الحضاري ما عنده حتى شي دخل. أنا نعطيك
المدخل ديال طريق 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 سيدي بوزيد الساحليه، المدخل ديال طريق سيدي بوزيد الرئيسي لطريق الجرف، المدخل ديال طريق كليته، المدخل ديال طريق كازا، ديال طريق كازا الجهه، دوك المداخل ثلاثه مجلس اقليمي. اذا المجلس الحضاري ما عنده. اذا شكرا على التوضيح، ونبغيك توجه واحد الكلمه اخيره للمواطن الجديد. الكلمه الاخيره للمواطن الجديد، انا كنقول لهم يصوتوا على ولاد البلاد، وصوتوا على الاصلح، واللي مصالح ما يصوتوش عليه. وحنا كيوسف بيزيد والجديده والاقليم، انا ان شاء الله كنقول لكم بانني غنكون راه الاشاره ديالكم، لا على مستوى البرلمان لا على مستوى الجماعه ان شاء الله. يعني اي مواطن لا جديدي ولا في الاقليم عنده شي مشكل، عنده شي حاجه، احنا راه الاشاره ديالو، وقاعدين نحلوا المشاكل، وغادي نحلوا المشاكل المواطن ان شاء الله، وغنتعاونوا ان شاء الله مع الشركاء ديالنا من اجل الاصلاح ديال المدينه وهذا الاقليم. شكرا سي يوسف على تلبيه الدعوه، وبالتوفيق للجميع. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث، إلى حلقة أخرى مع وجه سياسي آخر. إلى ذلك الحين أقول لكم إلى اللقاء.